السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فوالا في هذا الفيديو إن شاء الله نديرو الامتحان الجهوي ديال جهة مراكش آسفي دورة يونيو 2023. فوالا بالنسبة للإكزارسيس الأول، الكيستيون الأولى غيزودغ ليكواسيون سويفونت. نبداو على بركة الله. عندنا الكيستيون الأولى 4x بلوس 5 كتساوي 23 موان 2x، يعني كنجمعو لي زيكس جهة، 4x زائد 2x كتساوي 23 ناقص 5، يعني هنا 6x كتساوي لينا 18، يعني اكس غتساوي لنا 18 على 6، يعني اكس غتساوي لنا 3، يعني لا سوليسيون ليكواسيون ادمي unique solution et 3. Voilà, نمشيو للثاني، الكيستيون الثاني. هنا قال لك ريزودغ ليكواسيون سويفونت. فوالا هنا ثانيا ليكواسيون شنو هي عندنا؟ هي 3 اكس موان 2 اكس بلس 1 ايغال 0، يعني هنا برودوي ايغال 0، يعني سيتادير ان 3 اكس ناقص 2 كتساوي 0 و 2 اكس بلس 1 ايغال 0، يعني سا فودير ان 3 اكس كتساوي 2 و 2 اكس كتساوي ناقص 1. الوغ اكس كتساوي 2 سور 3 و اكس كتساوي ناقص 1 سور 2. Alors, l'équation admet deux solutions sont quoi? 2 sur 3 et 1 et 1 et moins 1 sur 2. On passe à la troisième question. On va résoudre l'inéquation suivante. Il y a maintenant l'inéquation, c'est يعني 3، يعني 5 اكس ناقص 1 انفيريور او ايغال ا 2 بلس 3 اكس. هنا غنجيبو لي زيكس جهة، يعني 5 اكس ناقص 3 اكس اصغر من او يساوي 2 بلس 1، سيتادير هنا 2 اكس اصغر من او يساوي 3. الوغ اكس اصغر من او يساوي، الو هنا نقدر نكتبو هنا، يعني اكس اصغر من او يساوي 3 على 2 انفيرو او ايغال ا 3 سور 2. شنو لا فراس اللي غنقولو؟ تو لي نومبر انفيريور او ايغو ا 3 سور 2 سون سوليسيون de cette inéquation. Alors, je suis d'abord la quatrième question. Quel que résoudre le système suivant. Il y a un amelot la résolution du système que vous venez. Il y a 4, il y a 2x plus 3y, c'est 49. Il y a 3x plus 2y, c'est 46. الوغ هنا سي بيان نديرو كومبيناسيون لينير. الوغ فاش نضربو؟ نضربو باش نإليمينيو إكس. شنو نضربو؟ نضربو في هنا ناقص 3 وهنا نضربو في جوج، هنا ناقص 3 وهنا نضربو في جوج، داكوغ؟ يعني غتجينا لو تو ناقص 3 في 2 إكس بلوس 3 إيكغيك كتساوي لنا ناقص 3 في 49. فوالا، وهنا غتجينا يعني جوج في 3x بلس 2y كتساوي لنا جوج في 46. فوالا، حنا غنبداو نديرو لي كالكول هنايا. هي ناقص 6x ناقص 9y كتساوي لنا ناقص 147، وهنا 6x زائد 4y كتساوي لنا 92. صافي، نديرو لاديسيون دابا. On additionne, yani on additionne les deux équations. Voilà, je m'en vais déjà. Tena had déjà tibchit elimina directement. On dit le naqis 9y plus 4y, kassawi naqis 147.
زائد 92 غتجينا ناقص 5 y كتساوينا ناقص 55. نضربو في ناقص واحد لي دو بارتيين غتجينا 5 y كتساوي 55. الو y كتساوي 55 على 5 كتساوي لنا 11. فوالا حنا خرجنا دابا y. الو باش نلقاو لي x غون فاغو بلاسي مثلا نختارو في هاد ليكواسيون ان، يعني هادي نختاروها، يعني اون بلاس en place dans l'équation 1 1 يعني هي شنو هي، هي 2 x plus 3 y كتساوي لنا تعدل بين هذه هي ليكواسيون. هنا اون فا رومبلاسي 11 يعني غتولي لنا 2 x plus 3 في 11 تساوي لنا 49. يعني هنا 33 غتجي 2 x كتساوي 33 وغنجيبو هنا غتولي ناقص، يعني 49 ناقص 33 غتساوي لينا نحسبو 7 16 الوغ x شنو غتساوي لينا؟ x غتساوي لينا 16 على 2 تساوي لينا 8. حنا لقينا الوغ لو كوب لا سوليسيون de ce système et le couple قلنا هو نسبقو x يعني 8 11 8 11 هي لا سوليسيون ديال هاد السيستيم. غنمشيو ل 5e question. هنايا قال لك dans une cafétéria la famille d'Ahmed a payé 98 dirhams pour 4 tasses de café et 6 verres de jus d'orange, tandis que la famille de Salim yani a payé 92 dirhams pour 6 tasses de café et 4 verres d'orange. Yani hna ndiro hna galouk déterminer le prix d'une tasse de café et le prix d'un verre de jus d'orange. Yani nakhdou hna nakhdou le x le prix ديال une tasse de café et y le prix d'un verre de jus d'orange. Hadchi la nkesbou ba'da premièrement résolution problème ghandirou mise ni choix des inconnus. Choix des inconnus. كونو هنا اصلا 5e question. هنا x لو بري دون طاسة كافي و y شنو قلنا هو لو بري دان فير دونج لو بري دان فير جو دونج فوالا. حنا دابا لنا شوا دي زانكوني الاولى الثانيه يعني ميز اون سيستيم شنو عندنا؟ عندنا قالك احمد ابي 90 يعني الى بي 98 درهم بور 4 طاس دو كافي اي 6 فير دو جو دورانج. يعني عندنا نكتبوها احمد 90 dirhams pour 4 tasses de café et 6 verres de jus d'orange. Orange, c'est-à-dire, ben on كتبوا على العلاقه كيفاش غتكتب 4 fois x plus 6 fois si varie 6 fois le prix ديال verre d'orange unitaire غيساوي لنا 98. غنجيو ثاني قال لك هنا سليم ثاني ابي 92 درهم alors pour 6 tasses de café hein et 4 verres de jus d'orange 4 verres de jus d'orange. Et là, ça veut dire une 6 tasses, une 6 fois x plus 4 fois y ça veut dire 92. Voilà, alors
سيستم اي عندنا هو هذا 4x plus 6y كتساوي 98 و 6x plus 4y كتساوي 92 هو حنا لقينا السيستم اون باس على ليتاب الثالثه يعني ريزولوشن ريزولوشن دو سيستم شناهي حنا نشوفو هاد السيستم عندنا كيتكتب 4x plus 6y كتساوي 98 6x plus 4y كتساوي 92 لاحظوا معايا ملي غنقارنوه مع الكاتريام كيسيون كنشوفو كاين واحد التقارب يعني هنا 2x هنا 2x plus 6y وهنا 2x plus 3y يعني هنا هنا 98 يعني بحال غتقول يعني لو دوبل ديال 49 حنا غنحاولو نقربو لهداك السيستم غتجيو غتولي تكتب لينا 2 2 x plus 3 y كتساوي 2 في 49 وهنا تاني 2 في 3 x plus 2 y كتساوي لنا 2 فاش اوتوماتيكمون غتكون بحال 2 في 46 46 الو غنديرو لا ريدكسيون بهاد 2 وغنرجعو اوتوماتيكمون للسيستم هذا اللي كان عندنا في الكاتريام كيسيون داكور يالو système devient يعني هو 2 x plus 3 y كتساوي 48 و 3 x plus 2 y كتساوي 46 و d'après la question 4 la solution est هنا نقولو x كتساوي 8 و y كتساوي لنا 11 حنا شفناها ديجا في الكيستيون 4 هنا غنمشيو ل dernière étape هي retour يعني vérification et réponse au problème vérification et réponse au problème فوالا ها هي عندنا فيريفيكاسيون كنشوفو واش غتخرج نقدرو ناخدو هذا نقدرو ناخدو لي السيستم هذا قبل لا ريدكسيون نقدر ناخدو هذا ناخدو هاد النيت يعني هنا غنديرو اكس نعوضو هاد اكس بالمونطون هنا 8 و ايكغيك نعوضو بهذا ونشوفو واش يخرج لينا هذا يعني 2 في 8 زائد 3 في 11 غتساوي لينا غتساوي لنا 16 في 33 هاي تساوبت لينا 49 حنا فيريفينا الاولى عندنا 3 في 8 بلوس 2 في 11 شنو غتساوي لينا غتساوي لنا 24 زائد 22 الوغ كتساوي لنا ايكالمون 49 حنا درنا الفيريفيكاسيون ميتنو اون فا ريبوندر على كيسيون نقولو دونك اون طاس ا كافي يعني كوت 8 درهم حيت حنا خدينا لانكونو هنا اكس هو لو بري دان طاس دا كافي داكا و اي ان فير دو جو دورانج يعني كوت 11 درهم فوالا حنا سالينا هاد التمرين Voilà, on passe au prochain exercice. On a la que f, la fonction linéaire telle que. Attends, on a l'image du 6, pas la fonction f ou 4. On a maintenant la vérification que fx égale à 2 sur 3x. On sait, il y a une bonne unité de compte de la chatia. Il y a une bonne unité qui est déterminée à. Ou à, qu'est-ce que fait une bonne image de l'abscisse? يعني بها لا فونكسيون كيكون كافي باش بور ديتيرميني هاد لو ا داكور يعني حنا غنقولو اكسيرسيس 2 اكسيرسيس 2 كيسيون 1 هنا هنا بعدا اف اتون فونكسيون لينير يعني فونكسيون لينير الوغ شنو هو اف كيفاش اف لو اكس كتكتب لينا على هذا الشكل يعني الوغ بروميير ديتيرمينو باردون او ان اس ا يعني ا كيفاش غتكتب لينا حنا عندنا
ا كتساوي لنا اف لو اكس على اكس. الوغ نستخدموا هذه يعني اف لو 6 سور 6 عندنا ليماج ديالها اف لو 6 سور 6 كتساوي لينا 4 على 6 الاختزال ديال جوج غتولي لنا جوج على 3. الوغ اف لو اكس غتكتب لها الشكل 2 على 3 اكس. فوالا هادشي اللي طلبوا منا هما لي لافيريفيكاسيون ديال هاد اف لو اكس. درناها ديتيرميني لو نومبر دون ليماج بار لا فونكسيون اف ايغالا 2. بالنسبه لهاد لا كيسيون حنا كنعرفو كيفاش نجاوبو غير بي. قال لك هنا حنا عندنا واحد لابسيس اللي كنقلبو ليه ليماج ديالو هي جوج، وعندنا اصلا لا فونكسيون اف كتكتب على هاد الشكل يعني لاكسبريسيون ديالها تتكتب على 2 على 3 اكس. الوغ هنا نقولو بان 2 على 3 اكس كتساوي لنا 2، وكنلقاو اكس تالكو عندنا هاد ليغاليتي يعني اكس هنا تساوي 2 في 3 على 2 يعني جبت جهه اخرى وقلبتها. الوغ هنا غنديرو الريدكسيون غتولي لنا اكس كتساوي 3. الوغ نقدروا نقولو اف لو 3 كتساوي لنا 2 يعني حنا لقينا لونتيسيدون ديال 2 ولا لو نومبر دون ليماج 2 بار لا فونكسيون اف. هنا غنمشيو لكيستيون 2 سوا جي لا فونكسيون افين تيل كو عطاونا لا ديفيرونس اونتر 2 ايماج يعني سولون لا فونكسيون جي يعني وعطاونا جي لو 0 كتساوي لنا ناقص 4. فوالا قالينا مونطري كو جي لو اكس يعني جي لو اكس كتساوي لنا 2x موان 4 يعني غنمشيو نديرو نيميروتاسيون 2a يعني شنو غتعطينا. اولا باش كان عندنا هادي جي اي اون فونكسيون افين اول حاجه كنكتبوها فونكسيون افين. الوغ يعني الوغ جي لو اكس كتساوي لنا نديرو ax بلس b. هنا باش نلقاو ليكسبرسيون ديال الفونكسيون جي كيخصنا نلقاو ا وكيخصنا نلقاو بي. ا كنعرفو انه ديجا حنا هما عاطينا لا ديفيرونس هنايا غنبداو بالجي غنكتبوها هي نفسها يعني جي لو 2 مسهلين هنا جي 2 موان جي 0 سور 2 موان 0. حنا عندنا لا ديفيرونس هي 4 فوق والتحت عندنا 2 يعني غتساوي لنا 2. حنا اصلا لقينا ا يعني ليكسبرسيون ديال جي لو اكس غتكتب على الشكل 2 اكس بلس بي. واش بقى لينا بي اصلا حنا عطاونا هاد الصوره ديال جي لو 0 كتساوي ناقص 4 يعني عندنا جي لو 0 كتساوي ناقص 4 نخدموها هنا بها باش نلقاو هاد يعني نعوضو اكس بهاد لو 0 يعني جي لو 0 كتساوي 2 في 0 بلس بي يعني ان بي هنا بلا ما نزربو ناقص 4 كتساوي لينا بي. داكوغ يعني بي كتساوي ناقص 4 حنا لقيناه بي تاني يعني الوغ جي لو اكس غتساوي لنا 2 اكس بلس ناقص 4. فوالا هادي هي ليكسبرسيون يعني جي لو اكس ونشوفو واش هي هاديك افيكتيفمون خرجت لينا كوم دوموندي. هنا طلبو لينا نكالكيليو جي لو 3 جي لو 3 صافي راه كنعوضو اكس بالمونطون ديالو نشوفو ميغومبطاسيون 2 بي هنا 2 بي هنا جي لو 3 حتى عندنا ليكسبرسيون غتساوي 2 في 3 ناقص 4 غتساوي لنا 6 ناقص 4 هي تساوي لنا 2. فوالا جي لو 3 هي لقينا ليماج ديال 3 با لا فونكسيون جي هي 2. فوالا هنا اون باس على ثوازيام كيسيون. هنا قالك سوا دي لا ريبريزونطاسيون غرافيك دو لا فونكسيون اف اي ديلتا لا ريبريزونطاسيون غرافيك دو لا فونكسيون جي دون ان روبير اوتونومي او اي جي. هنا طلبوا منا بروميير 3 ا يعني فيريفي كو 3 3 2 اي لو بوين دانترسيكسيون دو دي اي ديلتا. هنا كاينه دو ميثود يعني تقدروا ديروا ان جوج جي لو اكس كتساوي اف لو اكس وكتلقاو لو اكس، ولكن لا ميثود لي بلو سامبل لي غنقدروا نقولوها هنا. حنا اصلا كنشوفوا لابسيس ديال هذا هو اكس وكنشوفوا بالدالتين ليماج ديالو بالدالتين اللي خرج لينا لو دو عندهم نفس الارتوب يعني اوتوماتيكمون انه هي نقطه التقاطع ديالهم جوجهم بكل بساطه يعني سيتادير يعني هنا نقولوا 3 ا هنا
هاي باقا مكتوب عندنا جي، حيت هذا لابسيس هو يعني اكس هو 3، يعني جي لو 3 عندنا هي جوج، و اف لو 3 حتى هي غنحسبوها شحال. هاي غنديروها هي جوج كتساوي جوج في 3 على 3 في 3، ريدكسيون ب3 غتساوي النتايج جوج اوتوماتيكمون. حنا عندنا جي لو 3 كتساوي جوج، و اف لو 3 الا جوج. صافي سي بون، غنقولوا بان هاد الوغ E يعني 3 جوج اي لو بوين دانتيرسيكسيون دانتيرسيكسيون دو دي اي دلتا. Voilà, maintenant on passe à la dernière question de l'exercice. Il nous demande de construire D et delta dans le même repère orthonormé OIJ. Alors, la question présentation graphique, j'ai pris la fonction, la représentation de la fonction F, il y a D. J'ai pris la linéaire, normalement il passe par l'origine. و جي بري لا البوان د انترسيكسيون بور لو دو، يعني بالنسبه لا فونكسيون جي ولا اف، يعني خديت نقطه هي هاكا فوفواي اف لو 3 ايغال 2 و جي لو 3 ايغال 2، حيت شفنا في الكيستيون قبل بانه هي بوان د انترسيكسيون ديال دي و دلتا. دوطخ بار جي بري بالنسبه لدلتا هي لا ريبريزونطاسيون ديال جي، خديت ايغالمون هذيك النقطه اللي كانوا بروبوزي باغ او، يعني جي لي صفر ناقص 4 هي اللي درت الريبريزونطاسيون ديال هنا. يعني عندنا جي لو 0 ايغالا ناقص 4 الارتوب ناقص 4، الو هاد البوان مع هاد البوان عملت لا ريبريزونطاسيون ديال دلتا، وعندنا هذا اي باس باغ اوريجين با مع البوان دانتيرسيكسيون، يعني جي بي فير لا ريبريزونطاسيون ديال دي. Voilà, Céline a de l'exercice. Maintenant, on passe au troisième exercice. Le tableau suivant représente la répartition de 20 familles suivant le nombre de téléphones portables qu'elles possèdent. Et voilà, on a l'effectif, le nombre de familles. Ou on a le nombre de portables ou le caractère qu'ils possèdent les familles. D'accord? On a l'une. ريكوبيي اي كومبليتي لو طابلو سي دو سو. حنا غنعمرو هنايا ديريكتومون، يعني غتجي هنا جوج، هنا 6، هنا 14، هنا 18، وغتعطينا 20 هو ليفيكتيف توتال. هنا ديتيرميني لو مود دو سيت سيري ستاتيستيك، عارفين حنا هاد لا ريبونس ديالو. لو مود ديال هاد سيري ستاتيستيك ايكيفالون، يعني شنو هو لو نون بلو كغون ايفيكتيف هو 8، لا فالور اسوسي هي 3، الوغ لو مود ديال سيري ستاتيستيك اي 3. يعني هادشي اللي نكتبو، يعني قلنا اكسرسيس 3 دوزيام كيسيون لو بلو كغون ايفيكتيف et 8 équivalent au caractère à la valeur du caractère et 3, alors le mode de cette série statistique et 3. حنا جاوبنا على هذا السؤال. الوغ هنا نمشيو للكيستيون 3، نقول كالكولي لا مويان اريتميتيك دو سيت سيري ستاتيستيك، يعني جيستيم كلشي عارف هذا لا فازون دو كالكول. ملي كنديرو الام، يعني كتساوي 1 فوا 2 بلس 2 فوا 4 بلس 3 فوا 8 بلس 4 فوا 4 بلس 5 فوا 2، alors le tout sur l'effectif total. Dans le calcul, j'ai trouvé une estime à 20. Alors, trouve l'ina 3. Alors, la moyenne arithmétique est 3. Je vous ai donné ce sujet. On a déterminé le nombre de familles ayant 3 téléphones portables ou plus. يعني عندهم الكاركتير غنشوفو هنا 3 تيليفون بورتابل او بلوس، يعني 3 اللي عندهم 3 و 4 و 5. يعني حنا خصنا نجمعو لو نومبر دافامي هادو من 8 تليفامي زائد 4
زائد جوج إيكيفالون أ 14، يعني صافي سافو دير أنا غنجاوبو يعني دابخي سو تابلو 14 فامي أيون أو بلوس 3 تيليفون بورتابل. فوالا حنا سالينا هاد ليكسيرسيس. دابا اون باس او كاتريام اكسيرسيس. بور لو كاتريام اكسيرسيس سوا ا بي سي دي ان ريكتونغل دو سونتر او. عندنا هنا ا بي سي دي يعني ان ريكتونغل يعني دو سونتر او، اي ان لو سيمتريك دو بوان دي بارابور ا سي داكور. يعني هنا قال لك اون كونسيدير تي لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم ا اون بي، اذا حل من ا لبي. Alors, construire le point M, l'image du point O, partez. Alors, pour cette première question, comme vous le savez, il y a M, la représentation, comme si un rubaï ABMO est un parallélogramme, il y a une, comme vous savez, il y a une question de la question de A à B. A à B, ou que tu fous une question de O, il y a une question de la première marquage, c'est une A à O. وكتبداو من بي باش دير الدوزيام ماركاج بور لا بريزونطاسيون ديال ام. فوالا هادي بالنسبه للبروميير كيسيون. نمشيو للدوزيام كيسيون. فيريفي كو ان اي ليماج دو بوين سي بار لا ترانسلاسيون تي، يعني قال لك هنا ان هي ليماج ديال بوين سي بار لا ترانسلاسيون ديال تي، تي هي من ا لبي. هنا كنعرفو بان عطاونا في المعطيات بان ان هي لي سيميتري ديال دي بارابور ا سي، سافا دير ان سي هي لو ميليو ديال دي ان، سيتادير بان ان دي سي كتساوي لينا متجهات تساوي لنا سي ان، سافا دير سيلسي. وديجا حنا عندنا هاد ا بي سي دي يتا ريكتونغل، سيتادير ان ا بي يعني كتساوي لنا دي سي. الوغ بويسك دي سي ايغالمون كتساوي لنا سي ان، الوغ انا سي ان كتساوي لنا ا بي، وهاد ليكريتور ا بي كتساوي سي ان راه كتعني لنا بان ان هي ليماج ديال سي باغ لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم ا اون بي. غنكتبو هادشي. عندنا ثانيا هنا قلنا اون ان قلنا سيميتري سيميتري دو دي بارابور AC, donc C est le milieu de DN, DN. D'où, Shangolo, d'où DC, Katsawilina, CN, Adiloula, Hajaloula. Or, Adna ABCD est un rectangle. Je ne sais pas si c'est un دونك ا بي متجهه كتساوي لنا متجهه دي سي. و دابخي حنا غنسميو هادي دو دابخي ا اي دو شنو غنقدرو نسنتجو اون تروف يعني دي ا بي كتساوي لنا سي ان. وهاد لي كريتو شكون كتعني لنا بار كونسيكون نقولو ان اي ليماج دو سي بار تي. حنا جاوبنا على هاد السؤال. اون باس على يعني تخوازيام كيسيون. هنايا شنو قال لك؟ ديتيرميني ليماج دو لا دروات دي بي بار لا ترانسلاسيون تي، يعني ليماج جي بغينا ديال مستقيم دي بي بار لا ترانسلاسيون تي. حنا عارفين ان سي و ام سون لي دو لي زيماج ريسبكتيفمون بار لا ترانسلاسيون ديال او اي دي. الوغ يعني المستقيم سي ام اي ليماج ديال المستقيم دي او، بويسك انا المستقيم دي او هو راه كيساوي لينا مستقيم دي بي لان ان دي او بي راه سون اليني. الوغ غنقولو ان سي ام هي ليماج ديال المستقيم دي بي بار لا ترانسلاسيون يعني دي. حنا نكتبو هادشي. يعني عندنا هنا كيستيون 3 فوالا، يعني اون سي اي ام سون ريسبكتيفمون لي زيماج ديالاش ديال دو دي اي او بارتي داكور.
Donc, NCM est l'image de DO par T. Oh, عندنا DB مستقيم راه هو مستقيم DO. متساويين كاع علاش؟ لأن بينوها DOB اي aligné نقولوا aligné des points alignés donc ça fait toujours donc la droite CM et l'image de la droite DB par la translation احنا سالينا هاد ليكزيرسيس اون باس ميتنون اون سانكيام اكزيرسيس نقال لك دون لو بلون رابورتي ان رابير اورتونورمي او اي جي اون كونسيدير لي بوان عطاونا لي كوردوني ديالهم 3 بوان ا بي سي اي لا دروات دي ديكواسيون ريدويت عطاونا لاكواسيون ريدويت واحد المستقيم دي الوغ Alors, pour la première question, il me demande de placer les points A, B et C. On a les coordonnées de l'homme, je vous ai fait le repère. On a les points A, l'abscisse de l'arbre. L'ordonnée A, on a les points A. On a la présentation de l'A, je suis où le B. B, c'est l'abscisse, il y a une juge. L'ordonnée A, on a C également, on a l'abscisse, on a juge. Ou l'ordonnée d'un naqis 1 احنا عملنا représentation ça veut dire la question 1 نسالينها نمشيو la question 2 قالك vérifie que le point A et C appartient à la droite D احنا عندنا question 2 عندنا y ديال D شنو هي كيفاش كتكتب على 2x يعني كتساوي 2x ناقص 5 احنا باش نبينو نقاط انها كتنتمي لنا هذا المستقيم كنعطيو لابسيس ديال النقطه هنايا في هذا الاكس وكنشوفو كيفاش كيساوي لنا الاوردوني ديال هذيك النقطه يعني سيتادير هنا غندير هنا 2x هنا شنو بغيو لينا قالوا لنا ال A و C اكس A نشوفو اكس A ناقص 5 شنو غتساوي لنا هذه الاولى يعني اكس A شحال عندنا هي 4 يعني 2 في 4 ناقص 5 تساوي لنا 8 ناقص 5 تساوي لنا 3 ايفيكتيفمون خرجت لينا انتو كوم فوايي خرجت لينا ايكغيك ا يعني سيتادير نقولو ان ا ابارتيان ا دي هاي ا دي فوالا المستقيم دي نمشيو الثاني عندنا 2 شنو نطلبو منها النقطة الأخرى تا هي نفيريفيوها هي سي سي تا هي غنديرو 2 اكس سي ناقص 5 شنو غتساوي 2 عندنا اكس سي شنو لاحظتو معايا جوج غنعوضو بها 2 في 2 ناقص 5 شنو غتساوي لنا 4 ناقص 5 غتساوي لنا ناقص 1 غتساوي لنا ايفيكتيفمون كيف ما كتشوفو معايا ناقص غتساوي لنا ايكغيك الوغ هنا ايكالمون غنديرو ايكغيك سي الوغ يعني سي ابارتي ايكالمون ا دي حنا جاوبنا على هاد السؤال 2 غنمشي او باس او لا كيستيون 3 هنايا ديتيرميني لو كوب دو كوردوني دو فيكتور سي 1 وي فيريفي كو سي 1 ايكال 2 راسين 2 دو راسين 5 باردون عندنا هنا 3 كيستيون 3 عندنا سي 1 كنعرفو لو كوردوني ديالها كيفاش كتكتب اكس ا ناقص اكس سي ايكغيك 1 ناقص ايكغيك سي حنا عندنا لي كوردوني هنا قبالتنا باش نخدمو بهم يعني سي ا متجه اكس ا شحال عندنا هي 4 و اكس سي عندنا هي 2 ايكغيك ا شحال عندنا هي 3 و ايكغيك سي شنو عندنا هي ناقص يعني غنديرو ناقص ناقص 1 باش ما نغلطوش يعني غتساوي لنا سي ا تساوي لنا 2 غتساوي لنا 3 ناقص ناقص 1 هي اللي غتساوي لنا 4 احنا لقينا لو كوبل ديال الكوردوني ديال المتجهه يعني سي ا حنا دابا من هادي غتجينا ساهله نحسبوا المسافه نفيريفيو انك تساوي دو غاسين 5 يعني غنديروا هادي تنحطوا اكس واكغيك ونديروا اكس وكاري زائد ايكغيك وكاري ديريكتومون غتجينا 2 وكاري بلس 4 وكاري غتساوي لينا 4 زائد 16 غتساوي لنا غاسين 20 وغاسين 20 عارفينها كيفاش كتكتب هي غاسين 4 فوا 5 يعني غتساوي لنا 2 غاسين 5 هذه هي المسافه اللي حنا طلبوا منا نفيريفيو ايفيكتيفمون سي ا راه كتساوي لنا سي ا كتساوي لنا 2 غاسين 5 حنا جاوبنا على السؤال الثالث انا غنمشيو للسؤال الرابع
4 هنا قالك فيريفي كو لا بونت دو لا دروات بي سي اي ا ا كتساوي ناقص 1 على 2 بوي ديتيرميني سو اون ايكواسيون ريدويت. حنا عارفين ان لا بونت نديرو حنا بدل نيمورو روتاسيون 4 ا كيفاش كتكتب لينا ا ا القاعده ديالها اللي بغونا ديال مستقيم بي سي اللي غنديرو ايغريك بي ناقص ايغريك سي على اكس بي ناقص اكس سي. داكوغ غنبداو نديرو لابليكاسيون ماتنون. عندنا ايغريك بي شحال هاهي كيف ما كتشوفو معايا ايغريك بي عندنا 1 و ايغريك سي شحال عندنا ناقص 1 يعني ناقص ناقص 1 اكس بي شحال عندنا ناقص 2 ايكالا هنا خاصها تكون و اكس سي تساوي لينا يعني 2 ناقص 2 يعني شنو غتساوي لينا هنا 1 ناقص 1 ناقص 1 هي 1 زائد 1 وهنا غتساوي لنا ناقص 4 غتساوي لينا هنا ناقص باردون 1 هنا خصني نكون نقولها يعني غتجي ناقص. الوغ هنا جو ريبيرت لانه تحبس لي لونجيسترومون جي با في اتونسيون. هنايا كيف ما تشوفوا معايا خرجت ناقص يعني هنا حيت عندنا 2 سور موان 4 غتولي موان 2 سور 4 يعني ايكال اختزلنا بجوج عطاتنا موان 1 سور 2 يعني ا كتساوي لنا موان 1 سور 2 هادشي اللي طلبوا منا لا فيريفيكاسيون. لقينا حنا الكوفيسيون لا بونت ديال لا دروات. غنشوفوا دابا قالك هنا ايكال مو ديتيرميني سون ايكواسيون. حنا كنعرفوا بان سي اختارينا سي يعني تتنتمي للمستقيم بي سي و سي عندنا الحداثيه ديالو هكا. الوغ غنديروا ليغاليتي عندنا الحق نكتبوها ايكغيك سي تساوي ناقص 1 على 2 اكس سي بلس بي هي لي فو ديتيرميني بي. صافي عوضنا هاد الاحداثيه ديال السيف هنايا بايكغيك سي وهنا اكس سي بوغ ديتيرميني بي ولقينا دابا انا وصلت هنايا ايكغيك يعني ايكغيك ديال بي سي المستقيم ايكغيك غتساوي لينا ناقص 1 على 2 اكس سي لان بي كتساوي لينا صفر. احنا لقينا المعادله ديال هذا المستقيم فوالا اون باس ميتنو على 4 بي. 4 بي قالك مونطري كو ا بي سي اي ان تريونغل ريكتونغل اون باش نبينو غنبينو بان المستقيم يكون ديال ا سي معاود لينا مع بي سي ياك. وباش نبينوها خصنا نديرو لي بونت ديال خصها تكون البونت ديال ام ا سي في البونت ديال بي سي يعني ام بي سي خصو يساوي لنا ناقص 1. حنا البونت ديال بي سي هي عندنا ناقص 1 على 2 مي لا بونت ديال ا سي راه ما عندناش غنحسبوها اوتوماتيكمون هنا خصنا نحسبوها يعني باش نلقاو باش نقدر ندير لو برودوي. يعني عندنا 4 بي هنا نحسبو عند ام ا سي شنو هي ام ا سي عندنا هي ايغريك نديرو ايغريك ا ناقص ايغريك سي على ايغريك اكس ا على ناقص اكس سي. الوغ نقربو حدانا هنا النقاط يعني شحال غتساوي ايغريك ا شحال عندنا هي 3 ناقص ايغريك سي عندنا ناقص 1 على اكس ا شحال عندنا هي 4 ناقص اكس سي عندنا 2 غتساوي لنا 3 بلس 1 على 2 غتساوي لينا هنايا 4 على 2 غتساوي لينا 2. الو حنا لقينا الام ديال ا سي الو تساوي لنا 2 الو عندنا ام ا سي نضربوها في ام ديال بي سي كاش كتساوي لنا 2 ام بي سي عارفين هي ناقص 1 على 2 الو تساويت لينا ناقص 1 سيتادير المستقيم ا سي عمودي لينا على المستقيم بي سي. الوغ يعني اون كونكلو كو لو تريانغل تريانغل ا بي سي اي ريكتانغل اون سي. فوالا حنا جاوبنا على هاد السؤال. هنا قالك 5 ا فيريفي كو لو بوان كا et le milieu de segment AC. حنا غنحسبو الميليو ديال AC يعني XA plus XC على 2 وكنشوفو واش غيساوي لنا هاد الإكس ديال هاد النقطة إيكالمون YA plus YC على 2 وتنشوفو واش هو إيكال هاد النقطة إلا كان سيت إيكال لي كوردوني ديالو صافي دير أن كا هي لو ميليو دو سيغمون
يعني أسي. هادشي اللي غنديرو حنا هنايا، عندنا هنا 5A، عندنا شنو غنديرو XA بلس XC على جوج، و YA بلس YC على جوج. حطو النقط حدانا هنايا باش يجينا ساهل، يعني A عندنا 4 × 3 و C عندنا 2 ناقص 1. هاهي فوالا، هنا نعوضو XA شحال عندنا 4 بلس إكس سي عندنا 2 على 2 كتساوي لنا 6 على 2 كتساوي لنا 3. فوالا نشوفو هنا إكراك أ شحال عندنا، هي 3، وهنا زائد ناقص 1 شناهي هي؟ ناقص 1 على 2 كتساوي لي 2 على 2 كتساوي لنا 1. نشوفو واش هما إفكتيفمون راهو هما الوحدات لي ديالنا لي لقيناها ديال كا. ألو غنستنتجو، ألو كا يعني احدى ديال ثلاثة، اي لو ميليو، اي لو ميليو كوا ديال سيغمون، سيغمون اسي. حنا جاوبنا على هذا السؤال، غنمشيو حنا السؤال السويفون. قال لينا اون ديدوير ليكواسيون ريدويت دو لا ميدياتريس دو سيغمون اسي. عندنا المستقيم نعتبره مثلا سميو دلتا، يعني انه ميدياتريس ديال القطعة اسي، سيتادي انه انه هاد الدلتا عمودي مع اسي، وان دلتا كيمر من المنتصف ديال اسي هو اللي لقيناه هو كا. يعني سافو دي غنكتبو هادشي، يعني سوا دلتا لا ميدياتريس، ميدياتريس دو اسي. الوغ دونك دي عمودي على اسي، اي كا تنتمي لنا الدلتا. هادي جوج حوايج، اولا نبداو بهاديك ديتا، انا نقولو دلتا سي، درت الدي دلتا عندنا عمودي على اسي، يا اوتوماتيك عمودي على اسي، ولا نقدروا نقولو دلتا متوازي لينا مع بي سي، لان عارفين هنا اسي عمودي على بي سي. بورتو حنا غنتبعو كيف ما هما عطاونا في المعطيات، يعني هنا شنو كتعني ان ام ديال دلتا يعني فوا ام ديال اسي غتساوي لنا ناقص 1. صافي، وكنخرج ديال ام ديال دلتا، حيت عندنا ام ديال اسي عارفين حنا حسبناها، حسبناها هي 2، كنا حسبناها فوالا، غتساوي لنا ناقص 1، يعني ام دلتا كتساوي لنا ناقص 1 على 2. هاي باش نبين لكم ام اسي كنا حسبناها هي 2، فوالا هاي ام دلتا لقيناها. الوغ راه الدلتا دابا كيفاش غيتكتب لينا؟ تكتب لينا على إكغيك كتساوي ناقص 1 على 2 إكس بلس بي بخيم، داكوغ. هاد بي بخيم حنا لي خصنا نلقاوها. الوغ بو ديتيرمين بي بخيم غنعوضو الإحداثية ديال كا، بويسك كا عندنا كتنتمي لينا دلتا، يعني كا منتصف أسي وكتنتمي لينا الميدياتريس دلتا، يعني عندنا إكغيك أ كا تتساوي لينا ناقص 1 على 2 إكس كا بلس بي بخيم. إكغيك أ هي 1، وهنا ناقص 1 على 2 في 3 بلس بي بخيم، هنا غتساوي لينا ناقص 3 على 2، هنا بلس بي، هنا بخيم، يعني بي بخيم غتساوي لينا 1 بلس 3 على 2، غتساوي لينا 2 بلس 3، غتساوي لنا 5 على 2. ألوغ دابا ليكواسيون ديال دلتا غتكتب لينا على الشكل إكغيك كتساوي ناقص 1 على 2 إكس بلوس 5 على 2. أو أنا بيان تيرمين هاد ليكتيرسيس، هنايا 5B، سيتي 5B، يعني هنا الكمالة ديال 5B كتبدي تا في ورقة أخرى. ألوغ هنايا غنمشيو ليكتيرسيس 6، دون لا فيكيور سيكونتر عندنا أبي سي دو إف جي أنتان باراليل بيبيت ريكتونجل تيل كو، عطاونا المسافة ديال أش ديال أبي، فين هي أبي؟ هاهي هادي، عطاونا المسافة ديال أدي إيكالمون، وعطاونا المسافة ديال أو. فوالا هنا قالك لو بوان اي كوا اي لو ميليو دو سيغمون دي سي، هنا سي دي هنايا. الوغ قالك هنا بروميير كيسيون، قالك كالكولي لا ديستونس ا اي. الوغ بو سيت كيسيون حنا كيما كتشوفو في الشكل بغينا نحسبو المسافة ا اي، هنا اوتوماتيكمون سو سيب ديال لي زيكسيرسيس اوتوماتيكمون كنتفكرو في تيرام ديال بيتاغور، بويسك هادا ان باراليل بيبيد، يعني هذا ا دي سي بي تاع ريكتونغل، الوغ غيكون لو تريونغل ا دي اي يعني ريكتونغل اون دي.
الوغ كيمكن لينا نطبو برهنة بيتاغور، وهنا كي نقدرو نكتبو اي او كاري كتساوي ا دي او كاري كتساوي دي او كاري، وكيمكن لينا نحسبو المسافة اي او كاري. نبداو بعدا بلا ريزوليسيون، عندنا نكتبو هادشي، عندنا وانا ا بي سي دي او اف جي اش باراليلي بيبيد باراليلي بيبيد voilà rectangle. Alors شنو غنقول؟ alors donc le triangle ADI et rectangle en D اللي قلناه دو et d'après théorème de Pythagore. كيمكن لينا نكتبو ديريكت، منساوش ديريكت. يمكن لينا نكتبو ا اي او كاري، كنحسبو الوتر كيساوي لنا ا دي او كاري بلس دي اي او كاري. عندنا ا اي او كاري شنو غتساوي لينا؟ بعدا نعرفو ا دي او كاري، حنا عارفين عاطينا دي، ا دي عاطينا لينا، حنا ديريكتومون غنكتبوها هي تلاتة او كاري. ولكن دي اي، دي اي شناهي هي؟ دي اي راهي شناهي؟ راهي دي سي على جوج، و دي سي راهي ابي، ابي عطاوها لينا هي ستة. يعني دي اي كتساوي دي سي على جوج، كتساوي ابي على جوج، كتساوي لنا تلاتة سنتيمتر. الو حنا نتايا غنديرو بلوس تخوا او كاري. شنو غتساوي لينا؟ غتساوي لينا تسعود زائد تسعود، يعني ا اي او كاري. يعني شنو غتساوي لينا؟ ا اي او كاري غتساوي لينا تمنطاش. الو يعني ا اي حنا بغينا هي غاسين ديال 18، هي غاسين ديال جوج في تسعود، هي تلاتة غاسين دو. فوالا هذا هو هذا الكالكول ديال المسافة ا اي. حنا نمشيو ل ان بي، قالك فيريفي كو لاغ دو تريونغل ا دي اي اي اس، يعني عطاو لينا 4.5 سنتيمتر مربع، خصنا نديرو لا فيريفيكاسيون. عندنا هذا المثلث هذا قائم الزاويه في دي، وحنا كنعرفوا المساحه ديال قائم الزاويه في دي، فنضربوا هذا يعني ا دي في دي اي على جوج. هذه لا ريغل عندنا، يعني ا دي اي اي ريكتانغل اون دي. دونك يعني اس كيفاش غتكتب لينا ا دي في دي اي على جوج؟ شنو غتساوي لينا؟ احنا عارفين ا دي هي 3 وعارفين دي هي 3، تساوي لنا هي 9 على 2 كتساوي لنا 4.5 سنتيمتر مربع. نمشيو لا كيسيون 2، اون ديدوير كو لو فوليوم دو لا بيراميد او ا اي دي فين هي؟ او ا اي دي، شتو معايا؟ او ا اي دي فوالا. اي عطاونا يعني هنا نسنجو بان هاد البيراميد، قالك هنا سنجج بان هاد الفوليوم ديال هاد البيراميد راه كيساوي لينا 6.75. هنا عارفين هنا عندنا الفوليوم ديال او ا او ا اي دي شنو تتساوي لينا؟ هي 1/3 سيرفاس ديال هاد المثلث ا دي اي، ا دي اي في الارتفاع هو ا او. هادشي كله عندنا، يعني غنديرو على لابليكاسيون ا دي في 4.5 في ا او، عاطينها لينا هي 4.5 ايغالمون، يعني غتخرج لينا ايغالمون 6.75 سنتيمتر مكعب. وهادشي اللي قال لنا سنتشو. يعني هنا قالك كيسيون 3 سو لا فيغور لا بيراميد او ام ان بي، نشوفوها. او ام ان بي est une réduction de la pyramide EAID telle que عطاونا EM، EM عطاونا المسافه ديالها، يعني صافي دو ارتفاع 3 سنتيمتر. alors قالك vérifie que le coefficient de cette réduction est k كتساوي لنا 2 على 3. حنا عارفين بان لونغور اوبتوني يعني او ام كيساوي لنا ك لونغور اوريجين هي او ا، يعني ان قلنا او ام كتساوي لنا ك fois EA. alors K غتساوي لنا EM sur UEA. يعني حنا قال لنا الفيريفيكاسيون ديالها، حنا EM عطاوها لينا و EA حنا ديجا تاهي AE هي عندنا 4.5،
راهي كتساوي لنا 30 على 45، هنا تساوي لنا 2 على 3. حنا عملنا الفيريفيكاسيون ديالها. الوغ هنا كالكولي في بريم الكيستيون فهاد ليكزامان لو فوليوم دو لا بيراميد او ام ان بي. الو حنا في بريم حنا هي كا بويسونس 3 ديال في ديال البيراميد الاول ديال او اي دي، او اي دي نسميوها هكا. يعني حنا عندنا هذاك كوفيسيون دو ريدكسيون، غنديرو لابليكاسيون. دابا هاد في تاني كنا حسبناها ديجا هي 6.75. فوالا حنا دابا غنديرو لي كالكول. دونك غتجينا في بريم غتساوي لينا 2 سنتيمتر كوب. فوالا انا تيرميني هاد ليكزامان. فوالا جو فو دون رونديفو بور لو بروشان فيديو ان شاء الله، ندير ايكزامان اخر بور نوتر ريجون. ا بيانتو.